توقعت منظمة أوبك اليوم نمو الطلب على نفطها الخام خلال العام المقبل، حيث أفادت أوبك في تقريرها الشهرية أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها خلال العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا، بارتفاع يقدر ب 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها خلال الشهر الماضي. كما تمسكت أوبك بوجهة نظرها التي تعتبر بأن استراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة وكذلك من المنافسين الآخرين.